اللي الف بير اللي بزمن صدام سواهن كاملات وطوها للشركات على انه غير منجزات. هاي شنو؟ اي طبعا. شنو قصتهم ذني؟ قصتنا قصه من هذه القصص اللي بعد 2003 بسبب الفساد والفشل والجهل وعدم درايه الوزراء في هذا الشان، هسه ما ادري في وقت الوزير يعلم انه هذه الابار جاهزه وسلمت سوتها شركه الحفر العراقيه. يعني هل شنو ذا؟ بس استاذ غالي ابار عراقيه كامله معدل للانتاج قفلها صدام حسين بسبب الحصار في وقته وكانت زايده على الانتاج. سووا الجماعه حالهم فرص استثماريه، رجعون فرص استثماريه من جديد. نعم، اخذتها الشركات العالميه. اقول لك انت يعني اكو ترى فضايح، اعطيك فضيحه ب 30 ثانيه. خمس مجازر بنتن البلديات وزاره الاسكان والعمار. كلفه المجزره كلفتها هي والارض، احكي لك على وحده مال كربلاء 16 مليار دينار. مجزره مال شنو هاي؟ لا مجزره مال لحوم. مال لحوم؟ لحومي. ايه هاي الحائط شنو سؤال؟ ايه كملتها هي واراضيها، اعطتها المستثمر ولا ما كملتها؟ اعطتها المستثمر 150 مليون بالسنه، عمرها الافتراضي 25 سنه. حتى تفك المبلغ تحتاج 110 سنه. 110 سنه. زين انتم حتى تفك مبلغ المبلغ اللي اشتغلته شغلها. زين انتم خمني لو رطوا قاع للمستثمر خلي يبني، خلي يبني هو مجزره وانتم اخذوا جاهز. هاي حاله من حالات الفساد اللي للاسف الشديد وقعنا فيها. ولو نفتح هذه الملفات يا استاذ محمد، في كل ملف في كل وزاره فضيحه كبرى.